في الجملة هل يقال التخطي محرم أو مكروه؟ التخطي إذا كان أذية فهو حرام. حرام. إيه كل أذية للمسلمين حرام. طيب وإذا وجدت فرجة؟ الفرجة يسدها الإنسان لأنه ما من خطوة أعظم غير بعد الخطوة في الجهاد في سبيل الله من خطوة تخطوها لتسد فرجة الصف. هذا في الصف القائم للصلاة أو حتى في وقت انتظار الصلاة؟ كذلك في انتظار الصلاة. لأنه إذا أراد أن يسد الفرج في وقت انتظار الصلاة سيتخطى الرقاب قطعا. لا هو إذا لم يتخطى الرقاب ويقال له اجلس فقد آذيته وجد طريقا. إذا وجد طريقا وكان سيجد مكانا ليس فيه تفريق بين اثنين بغير إذنهما لا حرج. هو يحصل أنه يجد مكانا مثلا على بعد 4-5 صفوف فارغ لكن يجب حتى يصل أن يستأذن من حوله ويتفرقان ولا حرج عليه. إيه نعم. معنى النهي فقط في من تخطى وهو لا يرى مكانا بعينه يريد أن أو تخطاه بأذية ولم يأذن له من تخطاه ولم يوسع له لابد من الاستئذان. إيه إذا كان سيضرب برجله صفحة عنق إنسان بعض الفقهاء يقولون أنه إذا وجدت فرجة فإن عليه أن يتقدم والإثم ليس عليه بل على هؤلاء الذين جلسوا متأخرين وما سدوا الفرجة. هذا بالنسبة لما كان في أثناء الصلاة لأن سدها قبل الصلاة غير واجب فلا حرج عليه. نعم.